الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنبتدئ في هذا اليوم بسورة يوسف، سورة عظيمة ذكر الله جل وعلا فيها قصة هذا النبي الكريم، وهي سورة مكية أوردها لتكون نبراساً لأهل الإيمان، تجعلهم يعرفون عواقب الأمور ومآلاتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله نبياً تعرض لأذى كثير من قومه، وحاولوا أن يصدوا الخلق عن دعوته، فأراد الله جل وعلا أن يذكر له قصة نبي من أنبيائه تعرض لأنواع من الأذى، ثم كانت العاقبة في الدنيا له، فكان ذلك مما يعتبر به المعتبرون. عندما يلاحظ الإنسان تلك الصفات الجميلة التي يتصف بها بعض عباد الله فتكون سبباً من أسباب نيلهم النعيم الإلهي، ومن ذلك صفة الإحسان، فمن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، ومن كان من أهل العفو عن العباد كان الله جل وعلا عافياً عنه، ومن ثم يرفع درجته، كما في الحديث: ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا. فهكذا قصة يوسف عليه السلام، أحسن إلى عباد الله وعفى عمن أساء إليه، فكانت المعزة والمكانة العليا له. وهكذا من سار على طريقته. ولذا كانت هذه القصة لتذهب الحزن عن المؤمنين، وليتأسوا بسلفهم من الأنبياء والصالحين، وتكون دروساً يستفيدون منها. فلعلنا نقرأ آيات من بداية هذه السورة، لعل الله عز وجل أن ينيلنا فهمها، وأن يمكننا من استنباط الفوائد والأحكام منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث
ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بحروف مقطعة ألف لام راء لتقرأ الأسماع ولتنتبه لها الأفئدة وليبين لهم أن هذا القرآن العظيم الذي عجزوا عن الإتيان بمثله مركب من حروف عربية من جنس حروفهم التي يتكلمون بها ويكتبونها ويتفاهمون بها ليكون ذلك أبلغ في الإعجاز. ثم ذكر أن هذه الحروف تشير إلى هذا الكتاب العظيم، تلك آيات الكتاب المبين، الآيات العلامات الدالة على مدلولها بما فيها من إعجاز باهر وعدم وما يكون مقنعاً لكل من سمعها. تلك آيات الكتاب أي هذا القرآن الكريم الذي كتبه الله عنده وجعله مكتوباً بين أيدي الناس محفوظاً إلى قيام الساعة، ثم هو واضح بين، أحكامه مفهومة معلومة، وألفاظه يعرفها من يعرف لغة العرب. ولذا قال إنا أنزلناه، أي أن الله عز وجل تكلم به وأنزله من عنده، فجعله قرآناً عربياً بلغة العرب التي هي أوسع الألسنة والتي فيها من المفردات ما لا يجده الإنسان في غيرها من اللغات، والتي تعتبر لغة واضحة بينة. قال قرآنا عربيا، يعني أنه مقروء تقرأه العرب بألسنتها. ثم قال لعلكم تعقلون، تعقلون بمعنى تفهمون، يعني أنكم تفهمون هذا القرآن لبيانه ووضوحه ولوروده بلغتكم التي تتكلمون بها. وقوله لعلكم تعقلون بمعنى تعرفون عواقب الأمور وما تؤول إليه، فإن العاقل من أدرك مآلات الأفعال وعرف إلى أي شيء تصير إليه. فمن تمسك بهذا القرآن عرف نهايات أحوال الناس وما الذي تصير عليه أمورهم، فإن من كان من أهل الإحسان أحسن الله إليه، ومن كان من أهل العفو أعزه الله ورفع مكانته. ثم قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، أي نورد إليك قصص الماضين التي فيها عبر وعظات لتكون من أسباب استفادتكم منها لتأخذوا منها دروساً وفوائد تصحح لكم مسير حياتكم وتجعلكم على أحسن حال. قال بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي هذه القصص وصلت إليك بالوحي من عند رب العزة والجلال. ثم قال وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي لم تكن تعرف
قصص أنبياء الله السابقين، وفي هذا إعجاز لهذا النبي، فإنه لم يكن يعرف قصص الغابرين من الأنبياء السابقين، فأوحاها الله جل وعلا إليه، مما يدل على صدقه وصحة الرسالة التي جاء بها. ثم بدأ بسياق القصة فيقول: إذ قال، أي نذكر لك هذه القصة عن تلك الحادثة التي ابتدأها يوسف بذكر ذلك المنام الذي جاءه وقصه على والده، فقال يوسف لأبيه: يا أبتي، يخاطب والده بهذه اللفظة، إني رأيت 11 كوكبا، أي شاهدت في منامي في الرؤيا المنامية 11 كوكبا، أي نجما من نجوم السماء العظيمة والكواكب الكبيرة، رأيتها تسجد لي، ورأيت الشمس والقمر كذلك تسجد لي. وتأويل هذه الرؤيا قد جاء في آخر سورة يوسف بأن والده ووالدته مع إخوانه 11 سيسجدون له، وكان في شرعتهم أن الإنسان يسجد لغيره من باب التحية له، لا من باب العبادة. ولذا قال في أواخر هذه السورة: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. ثم تذكر نعمة الله عليه وما ورده من الابتلاء، فقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ثم فما كان من يعقوب عليه السلام بما آتاه الله من العلم والمعرفة إلا أن عرف أن مكانة يوسف ستعلو، وأن إخوانه سيكونون تحته يقدرونه ويعرفون قدره، ولذا خشي على يوسف منهم أن يؤذوه. ومن هنا قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك، أي لا تذكر هذه الرؤيا التي رأيت فيها سجود الكواكب والشمس والقمر لإخوانك خشية من أن يكيدوا لك كيدا. والكيد هو التدابير الخفية والخطط غير المعلنة، وقال: كيدا للتأكيد، فيكيدوا لك كيدا، أي مكرا عظيما وتدبيرا كبيرا. وذلك أنه خشي عليهم من أن يأتيهم عدوهم الشيطان فيسول لهم الكيد لأخيهم، ولذا قال: إن الشيطان، وهو إبليس، سمي بهذا الاسم لأنه مبعد عن الخير والرحمة للإنسان، أي لجنس بني آدم، عدو مبين، وبالتالي يحاول أن يوقع العداوات وأن يزرع البغضاء في قلوب بني آدم. ولذا في أواخر هذه القصة تذكر يوسف عليه السلام نعمة الله عليه بأن سلمه وإخوانه من كيد هذا العدو، قال: وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ثم قال يعقوب لولده يوسف عليهما السلام: كذلك يجتبيك، أي يختارك ويصطفيك ربك ويرفع مكانتك، كما يجتبي الإنسان الثمار النافعة
والخيرات المتتابعة كذلك، أي على هذه الطريقة وهذا المنوال يختارك الله عز وجل لتكون رفيع الشأن. قال: ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي يجعل عندك معرفة وعلما بتأويل الأحاديث. وتأويل الشيء ما يؤول إليه آخر أمره وما يصير إليه في ثاني حاله. والأحاديث قيل بأنها العظ المواعظ والعبر التي أنزلها الله جل وعلا في كتبه، والتي استفادها الناس من التجارب التي تمر عليهم فجعلوا لها أمثلة وحكما. وقال آخرون بأن المراد بالأحاديث هنا المنامات التي يشاهدها الإنسان. وعلى كل لا يمتنع أن يكون الجميع مرادا. وقال يعقوب ليوسف: وكذلك يتم نعمته، أي يجعل خيراته وفضائله تامة كثيرة متتابعة عليك وعلى آل يعقوب أي ذريته من بعده، كما تمها، أي أن الله جل وعلا قد تفضل على إبراهيم بأن آتاه الخير العظيم في الدنيا، فقد آتاه الله في الدنيا حسنة، ولذلك أراد أو توقع يعقوب أن يكون لابنه يوسف تمام النعمة كما تمها من قبل على والده إبراهيم وإسحاق. وفي هذا تذكير له بهذين الأبوين العظيمين. قال تعالى: إن ربك عليم حكيم، أي يعلم بواطن الأمور وظاهرها، ومن ثم فهو حكيم ينزل كل أمر فيما يناسبه. فإن علو الدرجة إنما يكون لمن كان مناسبا لها، والعز والرفعة والقيادة والسيادة يقدرها الله جل وعلا لبعض عباده بما يعلم من أحوالهم من صلاحية لمثل ذلك. فهذه الآيات من سورة يوسف فيها بعض المعاني والفوائد والحكم. فمن تلك الحكم أن آيات القرآن العظيم فيها دلائل واضحات بينات لمن تفكر فيها وتأمل، فمن تأمل في القرآن عرف عواقب الخلق وعرف ما يؤول إليه حالهم. فإن من كان من أهل الإحسان أحسن الله إليه دنيا وآخرة. ومن سنن الله في الكون أن يبتلي بعض العباد أول أمرهم ليكون ذلك من أسباب رفع شأنهم وعلو منزلتهم. وفي هذه الآيات التذكير بفضل الله على الخلق بإنزال هذا الكتاب الواضح البين، الذي من أراد الهدى تمكن من أن يحصل عليه بسيره على تعاليم هذا الكتاب، ومن سار عليه كانت له العواقب العظيمة والخيرات المتتابعة الكبيرة التي يسوقها الله لأصحابه في الدنيا. وفي هذه الآيات إثبات صفة العلو لله جل وعلا، فإنه لما قال إنا أنزلناه دل على علو الله جل وعلا، فإن الإنزال لا يكون إلا من العلو. وفي هذه الآيات فضل هذا الكتاب وعظم مكانته عند الله جل وعلا، فهو كلامه سبحانه وتعالى.
وفي هذه الآيات بيان أن القرآن عربي، وأن من أراد أن يفهم هذا القرآن فليفهمه على طريقة العرب في أساليبها وكلامها، وأن من أراد معرفة مفردة من مفردات القرآن فعليه بمعرفة طريقة العرب في استخدام هذه الكلمة حتى يعقل عن الله جل وعلا مراده بذلك الكلام. وفي هذا دلالة على أنه لا يكون أحد مجتهدا إلا إذا كان عارفا باللغة العربية، وأنه لا يصح لأحد أن يفسر القرآن أو أن يترجم معانيه إلا إذا كان عربيا يعقل المعاني العربية. وفي هذه الآيات أن من تأمل القرآن وتدبر ما فيه آتاه الله نعمة العقل، فعرف التجارب السابقة فاستفاد منها في حياته، وعرف مآلات أحوال الناس بما يكون عندهم من أفعال وصفات. فمن سنة الله في الكون أن يجعل أواخر الأمور وعواقبها لأهل التقوى والإحسان، فمن تأمل القرآن عرف إلى أي شيء يصير الناس في أيامهم الآتية. فمن أراد أن يستشرف المستقبل فعليه بتأمل كتاب الله عز وجل وعقل ما أورده الله فيه من السنن الكونية. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يقص في كتابه أحسن القصص، ومن ذلك قصة يوسف، مما يدل على أن هذه القصة الواردة في كتاب الله قصة تامة على أحسن سياق وأفضل مساق، وأن من أراد أن يتممها أو أن يكمل هذه القصة بذكر بعض الإسرائيليات أو بذكر بعض ما يرويه الناس عمن سبقهم مما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه مخطئ في هذا. فسياق الله لهذه القصة من أحسن السياقات ومن أتمها وأبلغها، ومن ثم لا نحتاج إلى تكميل معرفة قصة يوسف بإيراد ما في التوراة أو ما في الإنجيل أو ما يحكيه الناس عمن سبقهم. وفي هذا من الفوائد أن من عرف حقيقة من الحقائق الكونية أو الشرعية في طريق الوحي لم يحتج إلى أن يعرف زيادة عليها من غير ذلك الطريق. وفي هذه الآيات إثبات معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال هذا الكتاب المشتمل على الخيرات المتتابعة، وفي هذا الكتاب وفي هذا إثبات صحة الرسالة، فإن العرب لم يكونوا يعرفون تفاصيل قصص هؤلاء الأنبياء، فكون رجل منهم لم يسافر الأسفار ولم يتعلم كتب الأمم السالفة يأتي إليهم بتفاصيل هذه القصص، ومنها قصة يوسف، دليل على أنه يتلقى ذلك من وحي يأتيه من رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات إثبات منة الله عز وجل على نبيه الكريم بهذه الرسالة التي رفعت عنه أوصافا سابقة لتجعله مطلعا على كتاب الله وشرعه. وفي هذه الآيات
أن من ابتعد عن القرآن فإنه يكون من الغافلين، وأن من عاد إلى كتاب الله وتمسك به زال عنه وصف الغفلة متى كان متبعاً له عاملاً به. وفي هذه الآيات التذكير بقصة يوسف عليه السلام بتفاصيلها، وفي الآيات أيضا ذكر منام يوسف عليه السلام حينما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، وربط قصة يوسف من أولها بآخرها لتكون بمثابة السلسلة الواحدة التي يكمل بعضها بعضا. وفي هذه الآيات أن الإنسان إذا رأى الرؤيا العجيبة قصها على من يأمن ومن يثق فيه، كما قص يوسف عليه السلام رؤياه العجيبة على والده. وفي هذه الآيات تعبير الكواكب ببعض بني آدم، وتعبير الشمس والقمر بالوالد والوالدة، بحيث تفسر المنامات التي فيها ذلك بهذه التفاسير. وفي هذا بيان أن إخوة يوسف كانوا 11 أخا. وفي هذه الآيات أن مما كان يشرع سابقا سجود التحية، فيحيي بعضهم بعضا بهذه التحية، وقد نسخت هذه التحية في شريعة الإسلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لأحد ولا يجوز لأحد أن يسجد لغيره. وفي هذه الآيات عدم تمييز بعض الإخوة عن إخوانه لئلا يدب فيهم داء الغيرة، فيكون هذا من أسباب تسلط بعضهم على بعضهم الآخر. وفي الآيات أن من تميز بأمر في حاضره أو كان يتوقعه في مستقبله فليحذر من غيرة الآخرين وحسدهم لئلا يدبروا عليه المكائد. وفي هذه الآيات التحذير من عدونا الشيطان الرجيم الذي لا زال يحاول إغواء بني آدم من وقت أبيهم آدم عليه السلام، فإنه لما امتنع من السجود له وأخرج من الجنة تعهد بأن يسعى في ضلال بني آدم، وأنه لا يجد أكثرهم شاكرين، وأنه يأتيهم عن أيمانهم وعن شمائلهم. ولذلك على الإنسان أن يتخذ الوسائل التي تحميه من هذا العدو بالالتجاء إلى الله تضرعا وسؤالا وطلبا أن يحميه من هذا العدو. ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكذلك بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان يفر من ذكر الله جل وعلا، كما ورد في الحديث أنه إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان له ضراط، وكما قال تعالى في صفة الشيطان الوسواس الخناس، فإنه يوسوس متى غفل الناس عنه ويخنس وينقمع ولا يتمكن من الوسوسة متى ذكر العباد ربهم جل وعلا. وفي هذه الآيات بيان أن العداوة الحقيقية لبني آدم هي عداوة إبليس، وأما العداوة التي تكون
من غيره فإنها عداوة مؤقتة لا ليست على عداوة دائمة، فإنه لو أسلم وهداه الله واستجاب للحق زال ما عنده من العداوة. وفي هذا في هذه الآيات التذكير بفضل الله عز وجل على بني آدم بما يصطفيهم به من أنواع التقادير العظيمة. وفي هذه الآيات أن الناس متفاوتون في رتبهم وأنهم ليسوا على رتبة واحدة. وفي هذه الآيات من الفوائد فضل الله بالعلم على بعض عباده، فإن العلم من أسباب رفعة درجة الإنسان وعلو منزلته. وفي الحديث وفي الآيات ترغيب الإنسان في أن يتعلم عواقب الأمور بحيث يعرف ما تصير إليه بالنظر في مبادئها، وذلك أن لله سننا في الكون لا تتخلف وإن تأخرت، إلا أن مصيرها الوقوع لا محالة. وفي هذه الآيات من الفوائد تفضل الله على يوسف ويعقوب بأن أتم عليهم نعمة ورفع درجاتهم في دنياهم. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على إبراهيم وإسحاق ومكانة نبي الله إبراهيم حيث رفعه الله عز وجل. وفي هذه الآيات التذكير بالقدوات الصالحة ليقتدى بهم، خصوصاً إذا كانوا من الآباء والأجداد. وفيها دلالة على استحباب التنويه بمآثر الماضين من الآباء والأجداد ليقتدى بهم وليسار على طريقتهم. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يتفضل على بعض سلالات البشر وأسرهم بأن يجعل الخير فيهم متسلسلا من واحد إلى آخر. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن نبي الله إبراهيم، فانظر كيف جعل الله النبوة فيهم متسلسلة ففضلهم بذلك وأكرم منزلتهم به. وفي هذه الآيات إثبات علم الله، فهو يعلم خصائص الناس وصفاتهم وما يصلح لهم وما يكون متناسباً مع صفاتهم. وفي هذه الآيات حكمة رب العزة والجلال حيث ينزل الأمور في منازلها ومواطنها ويعطي كل إنسان وكل فعل ما يتناسب معه. فهذا شيء من معاني هذه الآيات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم للخيرات وأن يوالي عليكم النعم والمبرات، كما نسأله أن يغفر لكم الخطايا والسيئات وأن يتجاوز عما كان منكم من الزلات وأن يرفع لكم الدرجات، كما أسأله جل وعلا أن يصلح لكم الذرية من البنين والبنات وأن يجعل لكم العاقبة الحميدة في الحياة وبعد الممات، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يجعلهم متمسكين بشرعه سائرين على هدي نبيه، وأن يعقلهم معاني ما يدبره في الكون
وأن يجعلهم يعقلون سنن الله في الكون وعواقبها ومآلاتها، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعل العاقبة الحميدة لهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.